السلام عليكم. إسناد جماهيري واسع للشرعية وللمرجعيات الأساسية للعملية السياسية في بلادنا، حضور متجدد للمسار الشعبي الجماهيري في زمن الحرب والانقلاب. عدن وتعز ومأرب وحضرموت استجابة لنداء واحد ولافتة واحدة، هي الشرعية والمرجعيات السياسية كأساس سياسي لإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. خروج اليمنيين حفاظا على فكرة الدولة والتمسك برمزيتها وبقيمتها السياسية رغم الخذلان والعجز والإهمال، إيصال لرسالة الشعب اليمني التي جاءت من خطوط النار للمقاومين تأكيدا على تمسكهم بخيار التحول نحو الدولة الاتحادية، وهذا يشكل نقطة تحول نحو الخيارات السياسية وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني الشامل. حراك جماهيري واسع يصفه مراقب بأن له أهمية سياسية بالغة إذا ما تعلق الأمر بالتوقيت الموحد للخروج الجماهيري في الشمال والجنوب للهدف ذاته وللدلالة السياسية ذاتها. قضية انتقال السلطة، الطريقة التي وصل بها هذه إلى السلطة هي الانتخابات، والجماهير هي التي انتخبت وهي التي أسندت له الشرعية وهي التي ستأتي بغيرها. هذا لسان حال الجماهير العريضة التي عبرت عن رفضها المطلق لفرض أجندة سياسية لمصلحة طرف انقلاب على الإرادة الشعبية بالسلاح. تطبيق المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية هي مطلب الشعب اليمني في الخروج الموحد في الجنوب وفي الشمال، وهي أيضا دعوة هادي للالتزام والوفاء أمام من آمنوا به وخرجوا من أجل شرعيته أن يكون عند مستوى المسؤولية. مشاهدينا الكرام، حول الإسناد الجماهيري للشرعية والدولة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سيكون ضيفي فيها الصحفي والمحلل السياسي أحمد الزرقة، وسينضم آخرون عبر الهاتف. فأهلا بكم وبه، مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا وسهلا. قبل أن نبدأ حديثنا أستاذ أحمد، نشاهد هذا التقرير ونعود لبدء الحوار. إلى الساحات خرج اليمنيون مرة أخرى، هذه الآلاف المؤلفة تلهج بصوت واحد ضد المشاريع والتسويات التي تكرس الحرب ويتم تسويقها عبر مخططات تحمل هوية الأمم المتحدة. اتحد هؤلاء من أجل حماية دولة مهددة بالتمزق ومن أجل سلام لا تهدده الحروب، كما اتحدوا قبل 26 عاما حول مشروع الوحدة، ورسالتهم تبدو واضحة للمبعوث الأممي الذي عاد إلى صنعاء سالكا الطريق الخطأ مرة أخرى بحثا عن السلام الذي قتل في 21 سبتمبر على أيدي الجماعة الإنقلابية الموالية لطهران. في ساحة العروض بعدن يبدو المشهد مختلفا هذه المرة، فالرئيس هادي الذي غاب عن هذه الساحة كثيرا ها هو يعود بقوة كاشفا عن المعدن الحقيقي لهذه المدينة. حضرنا اليوم في هذه التظاهرة الجماهيرية الحاشدة التي تقام في ساحة العروض بخور مكسر، والتي خرج فيها كافة أبناء محافظة عدن لنقول ونعبر عن رأينا في رفض مبادرة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، والتي أتت لتكافئ المعتدي وتشرعن الانقلاب. عدن تأتلف مع تعز ومأرب وحضرموت في احتشاد وطني رافض لمحاولة الالتفاف على شرعية النظام الانتقالي وشرعنة الانقلاب. غابت الشعارات واللافتات التي وظفها الانقلابيون من قبل في ساحة العروض، وصرفوا بها جهد هادي الحشود نحو مشاريع لا تخدم سوى الانقلابيين وراعيتهم الطائفية إيران. وهذا المشهد من تعز التي بقيت كما عهدناها قلب اليمن النابض بالثورة وبالانحياز للمشروع الوطني الكبير. وهنا في مأرب يستمر العطاء الثوري وتستمر التضحيات، ويتجدد العهد بالولاء للوطن وثورته ووحدته. هذه الجموع خرجت لتقول للعالم هذا الصوت الذي يتعين أن تستمع له جيدا في اليمن، إنه الصوت الذي ناضل من أجل السلام وهو مستعد اليوم لتقديم المزيد من التضحيات من أجل القيمة العليا للسلام الذي يصون الكرامة ويحقق المواطنة ويضمن الحقوق العادلة لكل الناس. إذا مشاهدينا الكرام، حول الإسناد الجماهيري للشرعية والدولة ستكون حلقة المساء اليمني لهذا اليوم. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ أحمد. لو بدأنا بالحديث من نقطة الإسناد الشعبي للشرعية في بعض المحافظات المحررة، ما الذي يمثل هذا التحول في المسار السياسي؟ ربما العودة للشارع هي تكرار عندما تفشل النخب السياسية في إيصال رسائل معينة سواء للداخل أو الخارج، تلجأ للشارع، وهذه ربما هي واحدة من أشكال عجز الدولة عن اتخاذ قرارات أو عن تواجد أو عن العودة للشارع إلا حين تكون مأزومة، لكن حين يحتاجها الشارع لا أحد يكون موجود. ما يحدث اليوم، الناس خرجوا تعبيرا عن قراءات معينة
محاولة للانتصار لفكرة الدولة، لفكرة الشرعية التي يمثلها بقاء أو وجود هادي بغض النظر عن أدائه. الفكرة الأكثر أهمية أن الشارع هو صاحب الحق المطلق في إسناد الشرعية لهادي وللحكومة ولغيرها. الشيء الآخر أنه هناك انسداد كبير جدا حصل في الفترة الماضية، الدولة وجدت نفسها ربما أو هادي والحكومة وجدوا في أنفسهم في مواجهة ضغط أممي ودولي كبير جدا، فلجأوا إلى الشارع لمحاولة التنفيس أو التخفيف والهروب من الضغط الذي يواجهه. ما الذي سيفيدهم اللجوء للشارع بهذا الشكل إذا كان مجرد هو الآن الحديث شكلي. الحديث هو أن إيصال رسالة للعالم أن الشارع ما زال متمسك بالشرعية، الشارع ما زال متمسك برفض خيار الميليشيا، الشارع ما زال لديه أمل أن تعود الدولة، أن يعود الاستقرار، أن يسمع العالم أصوات هذه الحشود. التي هذا تقول هو يعني الصورة صائبة أن يصل هذا الأمر للعالم؟ العالم لا يهتم كثيرا بالحشود في الشارع إلى حد كبير، هناك أولويات أخرى، ربما هو يريد أن يكون الفعل على رأس الدولة واضحا، أن يكون التأثير كبيرا، أن يكون هناك أيضا رسائل إيجابية تحملها الحكومة. يعني الحكومة والرئاسة وغيرها تخلت عن الشارع بفترة طويلة وما زالت تتخلى، يعني كان يفترض أن يكون هناك تخرج هذه الجماهير لإسناد الحكومة التي هي موجودة يفترض في عدن، الموجودة في تعز، الموجودة في مأرب، لكن عندما يخرج هؤلاء يتم محاولة إظهار أن الحكومة ما زالت تسيطر على الأرض، بينما هناك خلل كبير جدا في أداء الحكومة، وبالتالي هذه الجماهير التي تخرج هي تخرج دفاعا عن نفسها، عن حقها في البقاء، عن حقها في حلم سعادة الدولة. ربما الناس ملوا كثيرا من الوعود، ملوا أيضا كثيرا من مراوغات أو التسويات العرجة التي تقود بها أو تقوم بها الأمم المتحدة أو موفديها. ما يحدث اليوم أن الناس ربما خرجوا للتعبير بطريقة أخرى، في عدن خرجوا الناس قبل أكثر من سنة للتعبير انتفاضة ضد الميليشيا وضد وجود الحوثيين، واليوم خرجوا بطريقة أخرى. ما يحدث اليوم أن هناك فرصة تاريخية أمام محافظة الجنوبية، أمام الشارع الجنوبي، لاستعادة الزخم السياسي، لمحاولة تبديل صورة الرتم والأداء المناط به. اليوم عدن وحضرموت وأبيان ولحج هي من ستقود الحراك السياسي، ويفترض أن تقود الحراك السياسي، خاصة أن الساحة السياسية الجنوبية تركت بشكل كبير جدا. اليوم الشارع الجنوبي يعني هناك رمزية لهذا الإسناد الجماهيري، خاصة أنه يعني في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية، هل هناك رسالة ما؟ بالتأكيد المحافظة الجنوبية هي الأكثر تضررا من وجود الميليشيا وسيطرتها، وأيضا من حكم صالح خلال العقود الماضية، بالتالي اليوم هي توجه رسالة أنها مع البقاء على المرجعيات الدولية في أي حل للأزمة اليمنية، وليس خارطة الطريق الجديدة، هي تبحث عن حل عادل للقضية الجنوبية، وبالتالي هي تعرف أن الحل العادل للقضية الجنوبية لن يأتي إلا عبر نظام الأقاليم، عبر أيضا المزيد من الصلاحيات للمحافظات أو الأقاليم المختلفة، وبالتالي هي اليوم قالت كلمتها، لكن هي بحاجة إلى أن تقترب منها الحكومة بشكل أكبر، بحاجة إلى أن أيضا يصل الصوت أو الرسالة تصل واضحة، خاصة أن هناك محاولات خلال الفترة الماضية للسيطرة على الشارع الجنوبي، وهناك مساحات طويلة أو عريضة متروكة لحلفاء، ربما حلفاء سيئين داخل الشارع الجنوبي، لكن اليوم الشارع الجنوبي قال أنه مع مخرجات الحوار، قال أنه مع الرئيس هادي، قال أنه مع المرجعيات الدولية الثلاث التي تمثل بالمبادرة الخليجية وبقرارات مجلس الأمن وأيضا بالمبادرة الخليجية، ونحن الآن أمام يعني مرحلة كما عبر ربما عنها الدكتور ياسين سعيد نعمان، أنه على الشارع الجنوبي اليوم أن يعود يعني لصدارة المشهد السياسي والقضاء على المشاريع الصغيرة التي بدأت تتشكل هنا أو هناك. ما حدث أيضا في حضرموت وأيضا رسالة إيجابية في مأرب، ربما مأرب هي رسالة أيضا إيجابية تقول للناس نحن موجودين ولدينا قدرة على أن نسند الدولة بشكل واضح، وأيضا أن توفر للدولة الملاذ الآمن، أيضا هناك تعز رغم المآسي رغم نعم عند هذه النقطة أستاذ أحمد، ما الذي يعكسه تمسك الناس بالخيارات السياسية رغم ما يعيشونه من ظروف حرب وما يعانونه من تبعات هذه الحرب؟
النقطة الإيجابية ربما وهي أيضا التي يجب أن نلتقطها هذه وتلتقطها الحكومة، أن الناس ما زالوا لا يريدوا الاستمرار في مشروع العنف، مشروع الفوضى، مشروع السلاح. الناس يريدوا دولة هي من تحمل السلاح، هي من تحتكره. اليوم الناس في تعز خرجوا يؤيدوا فكرة الدولة، يعني الناس في تعز في ظرف حصار وقصف وكان الخروج رمزية سلمية كبيرة جدا. هل تلتقطها الحكومة؟ هل تلتقطها هذه؟ يعني الناس منذ 2012 وهم يعني يبادلوا هذه أو يعني يحاولوا أن يكونوا إسناد له، لكنه لا يسندهم بالقدر ذاته. نذكر أنه قبل سقوط صنعاء خرجت مسيرة مليونية في صنعاء في غيرها من الاستهلاك الوطني، ولكن هذه لم يلتقطها وسمح للميليشيا أن تعود. نعم، أعود إليك عند هذه النقطة أستاذ أحمد، ولكن بعد أن ينضم إلينا أيضا الدكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ فيصل. دكتور فيصل، مساء الأنوار أختي الكريمة لك وللإخوة المشاهدين الكرام. أهلا بك معنا دكتور فيصل. هناك إسناد جماهيري واسع للدولة وللشرعية أيضا، أنتم في الحكومة الشرعية كيف تابعتم تحركات الشارع ورسالته؟ في الحقيقة يعني الحكومة الشرعية هي وضعت نفسها معبرة عن إرادة الشارع، لا تستبقه بأي حال من الأحوال. فخروج الناس بكل ذلك الزخم الجماهيري يأتي تأكيدا على أن مواقف الشرعية ليست مواقف معبرة عن مصالح ضيقة، مثلا أنه الخطة قد تستهدف الرئيس هادي أو نائبه أو رئيس الوزراء كما يصور البعض، أن خارطة الطريق قد تتضمن إقصاء لهذه الشخصيات، لكن القضية قضية خيارات الشعب، لأن الانقلاب أساسا لم يكن موجه ضد شخص الرئيس عبد ربه منصور هادي، وكلنا يذكر هذا الكلام. فقد تم اختطاف أحمد عوض بن مبارك وهو يحمل مشروع الدستور وذهب إلى لجنة المراجعة الوطنية. فالانقلاب كان ضد مشروع، وهذا المشروع يمثل طموح كل أبناء الشعب اليمني في الوصول إلى دولة مدنية، دولة مؤسسات، وإزالة الصراع حول السلطة والثروة الذي دام طويلا نتيجة الاحتكار والمركزية المطلقة. نعم دكتور، الخيارات السياسية أتت يعني للمظاهرات هي الدولة وأيضا شرعيتها والمرجعية الأساسية، ولكن السؤال هل الحكومة عند مستوى الحفاظ على هذه الخيارات السياسية للجماهير؟ طبعا بالنسبة يعني الآن دعينا نحن نستعرض خارطة الواقع منذ الانقلاب حتى اليوم. الانقلاب يعني الرئيس هادي للأسف الشديد لم يتسلم دولة، كان يراهن على أن الحوار الوطني يعني سيحل كل التناقضات، يعني سيخرج مشروع دولة يتوافق عليه الجميع ومن ثم تخرج البلاد إلى طريق واضح. لكن فوجئ بمن ينكث العهود ويوقع على مخرجة الحوار الوطني ثم ينقلب عليها. نعم، لكن دكتور فيصل اسمح لي بالمقاطعة عند هذه النقطة، يعني الجماهير خرجت ذات يوم في اصطفاف وطني كبير لأجل هادي ولأجل الشرعية ولأجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولكن الشعب فوجئ بتوقيع اتفاق السلم المشترك الذي كان يعني محض سرقة للدولة بوضوح. والآن يعني السؤال، هل ستكون الدولة فعلا على مستوى كبير وعالي لخروج الجماهير التي وثقت بها ولن تتراجع عن خياراتها ومرجعيات والمرجعيات الثلاث وتطبيق القرار الأممي 2216؟ كما قلت في بداية حديثي أن السلطة أو الشرعية لا هي متقدمة على الشعب، يعني عندها خيارة غير خيارة الشعب ولا هي متأخرة عنه. ستكون إن شاء الله كسلطة سواء في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو الجيش الوطني الذي تكون الآن، سنكون عند مستوى حسن ظن الجماهير ورهانهم. نعم. وإن شاء الله نحن نستمد شرعيتنا من أبناء الشعب قبل كل شيء. يعني ما صحيح، ولكن دكتور يعني ربما هذه هي فرصة أخيرة يعطيها الشعب للدولة لكي تقف بجانبه. ألا يعني هل ستبادل هذه الدولة الجماهير الوفاء بالوفاء من خلال حضور الدولة والمصالح وقربها من الناس وإمدادها بالخدمات البسيطة على الأقل؟
لعلك أختي الكريمة والإخوة المشاهدين يدركون أننا خلال بعد تحرير العاصمة عدن العاصمة المؤقتة حتى اليوم لم تتمكن الدولة من وضع خطة، لأنه لا يمكن أن الدولة تشتغل بدون خطة واضحة، بدون خطة في مجال الخدمات، في مجال الأمن، في كل المجالات. الآن الحمد لله تم نقل البنك المركزي، بدأت كل الوزارات والجهات تشتغل تضع خططها للوجود على الأرض. نحن نعرف أن جسم الدولة كان يعني كله مخطط بيد الميليشيات، يعني بحكم وجود العاصمة. فنحن نتحدث عن وزارة أحيانا لا يتوفر بها غير شخص الوزير، لكن الآن يعني تم إعادة بناء إلى حد ما في يعني وفقا للإمكانيات المتاحة، وإن شاء الله سيكون الأداء مختلفا خلال الفترة القادمة إلى حد كبير جدا. هذا بطبيعة الحال ما نأمله. شكرا جزيلا لك دكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، كنت تتحدث عن فكرة أن هذه فرصة ربما لهادي ولدولته لكي يثبت حضوره للناس، وتحدث معنا الدكتور فيصل بكثير من النقاط استمعت لها، هل تود التعليق؟ الحديث عن الفرصة الأخيرة ربما هي المرة الأخيرة التي سيتظاهر الناس بحثا عن مشروع دولة. تضيق الخيارات أمام الناس يوما بعد يوم خاصة، ويفقد الثقة في قدرة الحكومة وهادي على إدارة شؤونهم. الحكومة تتعامل كمن يبحث عن من يقاتل بديلا عنها، لا تريد الذهاب إلى عدن، لا تريد الذهاب إلى مأرب، لا تريد أن تتحرك دبلوماسيا، لا تريد أن تذهب إلى الأمم المتحدة، لا تريد أن تقوم بجولات سياسية. يعني خلال أسبوع العالم يشتعل ومجلس الأمن يتحرك وقرارات، وبريطانيا تقدم مشروع قرار، والدبلوماسية اليمنية غائبة عن كل هذا. يعني لا وزير الخارجية يتحرك، لم نسمع له صوت، لم نسمع له أن وفدا حكوميا أو حتى سفارتنا في لندن ذهبت إلى الخارجية البريطانية أو مجلس العموم البريطاني أو دوائر صنع القرار في بريطانيا للتعليق على مشروع القرار أو حتى لمحاولة نقل وجهة نظر الشرعية. ما يحدث لي أن هناك أطراف أخرى تتحرك في الساحة، خالد بحاح يتحرك، أطراف أخرى تتحرك، المخلوع يتحرك، الناس يحاولوا جني ثمار ما تحركاتهم خلال الفترة الماضية، والحكومة للأسف تبحث يعني لم تتعامل بالشكل الدبلوماسي المطلوب. ما يحدث اليوم أن الشارع يريد أن يكون هناك تحرك على مستوى تحركات الشارع، الناس يقاوموا في مأرب، يقاوموا في تعز، يقاوموا في مختلف المناطق بدون قيادة، بدون رأس. يعني هناك لا يوجد إسناد حقيقي من رأس الدولة لمثل هذه القصص. هناك تعيينات، الحكومة مشغولة في تعيينات أخرى بعيدة. يتحدث مستشار وزير الإعلام عن أنه منذ تحرير عدن لا توجد خطة. يعني من هو الجهة المناطقة بها كتابة خطة؟ هل ينتظروا أن تكتب لهم خطة دولة التحالف، أو لا الحوثيين يعودوا لإجراء خطة للدولة؟ لا، يجب أن يكونوا عند مستوى المسؤولية، يجب أن يعودوا. يعني إلى الآن خلال عام من التحرير ولا توجد أقدام ثابتة للحكومة في المناطق المحررة. ماذا يعني ينتظروا؟ هل ينتظروا أن يستمر العالم في القتال نيابة عنهم إلى الأبد؟ نعم. إذن أستاذ أحمد، يعني بهذا الخروج الجماهيري وهذا الإسناد، يعني هل والعودة إلى قلب السياسة بهذه القوة وفي هذا التوقيت بالذات، هل سيكون حافز بالنسبة للحكومة لتغيير خطتها ونظرتها ربما للأمور؟ ربما لا نريد أن نكون متشائمين، لكن هناك فرص كثيرة أضعتها الحكومة وأضعها الرئيس هادي باستمرارهم في البحث عن حلول مؤقتة أو مسكنات مؤقتة. يعني مدغدغة مشاعر الشارع وتصوير أن الموضوع مرتبط بالخروج الشارع أو برفض الشارع. الناس رفضوا منذ اجتياح الحوثيين، يعني من قبل دخول صنعاء، من أيام دماج ومن أيام عمران ومن غيره، والناس يرفضوا والناس يخرجوا والناس يتحركوا، لكن لا يوجد استجابة. للأسف هناك خلل في رأس الدولة إلى حد كبير. الآن كل رجالات هادي أو كل الرجالات الذين حول هادي يتم يعني إصلاح وضعهم، تعيينهم في السفارات خارج البلد، وبالتالي ترك البلد بلا إدارة، بلا ناس يديروا واقعها. يعني ما يحدث لي أن هناك للأسف داخل جسم الدولة المفترضة هناك مشاريع صغيرة تتكاثر وتتناسل، والشارع اليمني متروك. يعني للأمانة لا يوجد من يعبر عن صوت الناس، لا يوجد من يظهر ليطمن الناس أو يخبرهم. يعني هناك مبادرة، هناك تسوية، هناك خطط، هناك تحركات،
العالم الإعلام الرسمي حتى والأداء المؤسسي للدولة ما زال بعيدا عن هذا الرتم، يكتف الناس بأخبار في وكالة سبا وانتهى الموضوع، لا يوجد تحرك على مستوى معالجة القضايا. ما الذي يجب عملك أولوية الآن؟ الأولوية يجب أولا إذا كانوا يريدوا اللعب إذا كانت اللعبة سياسية يجب أن يكون هناك تحرك سياسي على مستوى كبير عالي، يعني يجب أولا تفعيل الأدوات السياسية والدبلوماسية الموجودة، يجب مراجعة الأداء وتغيير الأداء. كان هناك حديث أن الحكومة ستعود إلى عدن وستبقى فيها، عادت وبقت فترة مؤقتة ثم عادت، كيف بالإمكان أن يثق الناس في هذه الحكومة وهي ما زالت بعيدة عنهم؟ يعني الميدان بحاجة إلى رجال يقفون فيه ويتحملوا المصاعب، يعني حتى وإن كان هناك مخاطر إذا لم يكون لديهم الشجاعة على أن يضحوا أيضا كما يضحي آلاف اليمنيين، فعلى ماذا تم يعني التشبث والبقاء في مناصبهم؟ نعرف جيدا أنهم فشلوا في إدارة أو في بناء أو في حتى نقل مؤسسة واحدة إلى داخل البلد، حتى الإعلام الرسمي كان يجب هنا يعني على هذا المستوى، لا توجد إذاعة داخل البلد، لا يوجد تلفزيون داخل البلد، مستمرون في الخارج وكأنهم سيستمروا إلى الأبد، يعني يتم ترتيب أوضاعهم أوضاع أسرهم كأنهم لن يعودوا، وهذه كارثة كبرى يعني. وبالتالي الناس بحاجة إلى من يقترب منهم، لا يجب الآن الحوثيون الآن والمخلوع يعني الآن يعني يتحركوا بشكل أكثر ترتيبا وتنظيما وهي ميليشيا، وأنت تتحدث عن دولة لديها إسناد أيضا إقليمي وإسناد دولي، عمان والعالم يسند هذه الحكومة ومجلس الأمن أسندها، لكن لا يوجد تحركات بالمستوى المطلوب. وبالتالي نحن مع أن يلتقط الرئيس هادي والحكومة هذه يعني الدعوات الشعبية، الناس ماتوا يعني جوعا، الناس سئموا من يعني جرائم الميليشيا، الناس بحاجة إلى قائد ملهم يكون قريبا منهم. أينهم يعني خلال الفترة الماضية فشلت الحكومة في إحراز نصر حقيقي، يعني هناك جبهة مأرب متماسكة، هناك قوات عسكرية موجودة في مأرب في عدن في حضرموت، لكن لا يتم الاستفادة من هذه القوات، هناك أيضا يعني مطالبات كبيرة جدا وهناك وعود الحكومة وعدتها أو أطلقتها ولم تستطع الإيفاء بها. وبالتالي نعم، إذن ربما نقول مثل هذه الأفكار لضيفنا أيضا عبر الهاتف دكتور محمد عسكر مستشار رئيس الوزراء عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير دكتور محمد. اهلا وسهلا، مساء النور اختي العزيزه. اهلا بك دكتور، يعني لو بدانا بالحديث معك عن التحول السياسي للشارع الجنوبي بالذات تجاه الخيارات السياسيه للشرعيه واسس المرجعيات السياسيه الاساسيه. اولا اشكركم اختي العزيزه واشكر طاقم قناه بلقيس على اتاحه هذه الفرصه في هذه المناسبه التي اعتقد ان شعبنا في كل المناطق المحررة وكل المناطق حتى المحتلة التي من ميليشيات الانقلاب التي لو أتيح له الفرصة لعبر عن ما عبرت عنه اليوم عدن ومأرب وتعز وحضرموت. في الحقيقة لا نستطيع أن نقول هناك تحول بقدر ما نستطيع أن نقول أن استشعارا للخطر الذي جاءت به مبادرة ولد الشيخ كان للشعب يعني الآن له أن يقول كلمته أمام هذا التحدي وأمام هذا الخطر الداهم الذي يكاد يعصف بكل منجزاته التي حققها بالمقاومة والتي حققها بالشرعية والتي حققها بالتحالف العربي. استشعارا لهذا الخطر كان ينبغي كأي بلد يحترم شعبه أن نعود إلى قواعد السياسة الأساسية وهو الشعب ليقول كلمته أمام أي ضغوط يعني عالمية. وبالتالي قال اليوم الشعب كلمته ووصل رسالته واضحة قوية تقول بصوت واحد أن شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي شرعية غير قابلة لأي مساومة سياسية وغير قابلة ولا يمكن أن تمس لأنها مصدرها الشعب، ومتى كانت الشرعية مصدرها الشعب لا تستطيع أي قوة من العالم أن تسحب من هذا الشعر شرعيته. نعم دكتور محمد، يعني هناك من يرى أن العودة للشارع هو شكل من أشكال عجز الدولة بهذه الدعوة، هل فشلت الدولة في تحقيق حضورها الحقيقي في أمام الشارع وبجانبه، ولكنها حين احتاجت قامت بدعوته للوقوف بجانبها؟
في الحقيقة نعم، المناطق المحررة تعاني من عدة مشكلات أساسية. نعلم أن أي منطقة مرت بها ميليشيات الانقلاب تتحول وتحول إلى مناطق مدمرة، عبارة عن مناطق منهوبة، لا يمكن لأي سلطة أن تمارس مهامها بدون مؤسسات حقيقية. وإذا عرفنا أن المؤسسات قد تم نهبها من هذه الميليشيات وتم تدميرها، فنجد أنه من الصعوبة بمكان لأي دولة وأي سلطة أن تمارس سيادتها على هذه المؤسسات. وبالرغم من حقيقة كلامكم الذي أتفق معه، وهو أن الشعب الآن يعاني في المناطق المحررة معاناة كبيرة للغاية، وأهمها معاناة المرتبات التي تأخرت، والتي إن شاء الله نزف لهم البشرة أنه خلال الساعات القادمة سيكون هناك مرتبات لكل الناس. بالرغم من كل المشكلات الاقتصادية والتنموية وعدم إعادة الإعمار حتى الآن، لكن الشعب أي شعب حقيقي حي حينما كما أسلفت يرى أن مصالحه الحيوية ومنجزاته أوشكت أو هناك محاولات للتآمر عليها، فإنه سيقف كالأم التي تقف على جنينها وعلى ولدها، وكال يعني أنثى الليث التي تكشر عن أنيازها في اللحظة المناسبة حينما يكون هناك خطر داهم. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد عسكر مستشار رئيس الوزراء، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذا أستاذ أحمد، أنت وسادة المشاهدين اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني تحدث معنا الدكتور محمد أن هناك فعلا قصور في المناطق المحررة وربما زف بشرى، نتمنى أن تكون يعني أن تحقق مسألة تسليم الرواتب خلال الساعات القادمة كما تفضل، ستكون ربما خير مكافأة لهؤلاء الذين خرجوا للشارع، وهي حق يعني في نهاية الأمر هي حق، ولكن أن يعجل. دعيني أعلق على النقطة هذه بموضوعين. في ظل ظروف الحرب والمواجهات، الجائعين لا صوت لهم، المدنيين لا صوت لهم، الخائفين لا صوت لهم. ما حدث اليوم أن محاولة الشارع يحاول أن يعكس هذه المعادلة، يقول الناس جائعون، الناس خائفون، لكن خرجوا بحثا عن الدولة. الدولة هي الملاذ الأخير لليمنيين، وهي العاصم لهم من نار أو من عذابات الميليشيا. الفكرة الثانية أنه خروج الناس مع فكرة الدولة مرتبط أيضا ليس بشخص هادي، ربما خلال اعتادت الشعوب في المنطقة خلال الأعوام الماضية أو العقود الماضية أن يخرج الناس للأشخاص للدكتاتور للزعيم. اليوم خرج الناس لما يمثله هذه من رمزية للدولة، آخر مرحلة أو هو آخر بوابة الدولة، آخر أسوارها الذي ذهب الناس في عام 2012 وبادروا ومنحوا أصواتهم، وبالتالي هم الآن يبحثوا عن أو دفاعا عن أصواتهم التي منحوها. أكثر من 6 مليون صوت منحت له، وبالتالي هم يبحثوا عن الشرعية التي مثل هذه، وهم ضد فكرة المبادرة التي تتحدث عن نقل سلطة هادي لنائبه، نائب توافقي. والتوافق كيف يتم التوافق مع ميليشيا؟ كيف يتم التوافق مع الانقلابيين؟ كيف يتم التوافق مع عصابة؟ وبالتالي هذه ربما هي خلل كبير جدا، الناس يعني يرفضوها من هذه الفكرة، وخرجوا يقولوا أن هذه لن ينقل صلاحيته إلا عبر صندوق انتخابي. هذه يمثل آخر علامات أو آخر أدوات التحول الديمقراطي في اليمن، ونقل الصلاحيات هذه لنائب توافقي مع الميليشيا مع العصابات معناه قبول، ومعناته أن القبول بانتهاء الدولة اليمنية إلى الأبد وظهور مشاريع صغيرة. لن يقبل الناس أي رئيس توافقي أو نائب رئيس توافقي، خاصة كما يتم الترويج له عن طريق وزير خارجية الإماراتي كرقاش أو الراشد أو حتى ولد الشيخ وغيرهم، أن الحوثيون هم جزء من الشعب، وبالتالي يجب أن يكون النائب من نصيبهم. ويعني هذه ربما هي أكبر جريمة ترتكب في حق اليمنيين، وتسطيح أيضا للمعاناة. ما كانوا اليمنيين بحاجة إلى أن يدخلوا في هذه الحرب والحروب والخسائر، ومن ثم يعودوا يقولوا للحوثيين أو المجلس السياسي تعال تحكم الناس. وبالتالي تسطيح معاناة اليمنيين لن يؤدي إلى
إلى المزيد من تشرذم. لن يقبل الناس في إقليم سبأ في مأرب بمثل هذه الفكرة نهائيا، لن يقبل الشارع الجنوبي بعودة الميليشيا وعودة صالح وهي التي أذاقتهم نهائياً. نعم. وبالتالي الخيار باتجاه تسوية عرجاء بهذا الشكل ستؤدي إلى تشظي اليمن وتشرذمه. هذه يمثل الورقة الأخيرة في موضوع الدولة اليمنية، الدولة المشروع الفيدرالي، مشروع الدولة الاتحادية. ولكن ما حدث أن الانقلاب وصالح والحوثيين هم كانوا قاموا رفضا لمشروع الدولة الفيدرالية، رفضا لما تشاور عليه وتحاور عليه اليمنيين، وبالتالي لا يمكن لليمنيين أن يعودوا إلى الوراء، لن يعودوا للدولة الشمولية، لسيطرة الميليشيا، لسيطرة جماعة مازوشية، جماعة تهوى العنف. وبالتالي هذه فكرة واضحة جدا، ربما هي الملاذ الأخير. هذه وفريقه وطاقمه مليئون بالعيوب، مليئون حد، يعني إذا فتحنا بابا لذكر عيوبهم لن ننتهي. لكن الحديث عن فكرة الدولة، يعني نار الدولة ولا جنة الميليشيا، وهذا ما يتفق عليها الجميع، شيء نام أبينا. لا، هذه يمثل دولة ويمثل فكرة الدولة. الميليشيا والتسوية عبر بوابة الميليشيا هي فكرة خاطئة. ما يحدث اليوم أن المجتمع الدولي ربما أو هناك محاولة لمقايضة الملف اليمني، وهذه واضحة من خلال التطورات الأخيرة اللي حصلت في المنطقة، ومن خلال ربما تسريبات عن تواصل كبير جدا بين قيادات أو شخصيات محسوبة على الحوثيين إلى الآن ما زالت تتواصل مع الأمريكان وتقدم لهم تقارير حول قضايا مغلوطة إلى حد كبير يعني. لكن الشاهد في الموضوع هذا، في هذا الموضوع، أن الميليشيا حتى وهي تخوض حربا ما زالت تتواصل وتفتح أبوابا مع جميع الجهات. الحكومة الشرعية ما زالت مقفلة أبوابها. يعني تخيلي خلال الفترة الماضية كان يفترض أن يكون هناك حراك دبلوماسي، إلى الآن لم يظهر وزير الإعلام، لم يظهر وزير الخارجية، لم يظهر أي من المسؤولين على شاشات التلفاز أو على وسائل الإعلام ليقولوا ما هو موقف الحكومة. يعني ذكرنا أو شاهدنا أن الحكومة أو الرئاسة رفضت استلام المبادرة، لكن لم يدافعوا عن خيارهم، عن لماذا رفضوا استلام تلك الخطة وتركوا الموضوع للتكهنات. اليوم عاد العالم للضغط عليهم من جديد، والحكومة تبدأ لتسرب أحاديث لأنها ستستلم الخطة. هناك عشرات المسؤولين في الرياض وفي غيرها من العواصم، لكنهم لا يقوموا بدورهم. من إذا تواروا هؤلاء عن الأضواء الآن واختفوا ولم يقوموا بواجبهم، فمتى سيتكلمون؟ هذه لحظة مفصلية. الشارع، رجل الشارع البسيط يخرج ويعبر وهو جائع، وهو لم يستلم مرتب، وهو الجرحى خرجوا، الجاء النساء خرجوا، وهؤلاء لم يخرجوا. يعني كان يفترض أن يخرج هؤلاء المسؤولون على شاشات التلفزة وعلى وسائل الإعلام ليقولوا نحن بجوار الشعب وهذه خياراتنا وهذه رؤيتنا، لكن أن يدعوا الشعب يتصدر وهم يتواروا لأنهم يريدوا أن يكون جزء من تسوية في مرحلة قادمة، هذه خيانة مرتين. الشعب اليمني أو الناس في المناطق المحررة وحتى في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيا تتعرض للخيانة مرتين، تتعرض للأذى، أذى الميليشيا المباشر وأذى الخذلان الرسمي، وهذه كارثة كبيرة جدا. هذه النخب تآكلت واهترأت وهي جزء من مشروع يجب أن ينتهي. أين هم الشباب؟ أين لم يعني عندما نتحدث عن المستقبل لا يمكن أن نتحدث عن المستقبل بأدوات الماضي، لا يمكن العبور إلى المستقبل بأدوات الماضي. إذن أعود إليك أستاذ أحمد بعد أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد النقيب القيادي في المقاومة من تعز. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير عليك وعلى جميع السادة المشاهدين. أهلا بك معنا أستاذ محمد. خرجت اليوم تعز لأجل الدولة والشرعية رغم كل معاناتها ورغم الأحداث الأخيرة التي أصابتها، حدثنا عن ذلك. حقيقة الخروج الهادر الذي خرجته اليوم تعز والعديد من المحافظات اليمنية هو يعني استفتاء شعبي على مشروع المقاومة وعلى إسناد الشرعية وعلى المشروع وتجديدا للألق الثوري الذي انطلق من هذه المدينة في 11 من فبراير عام 2011، وهي تأكيد بأن المشروع المقاوم وأن الشرعية الممثلة برئيس الجمهورية مسنودة بإرادة جماهيرية صلبة مهما كانت الآلام ومهما كانت الأتعاب ومهما كانت المؤامرات ومهما كان الإعياء الشديد الذي وصل إليه أبناء شعبنا اليمني العظيم، إلا أنهم لا يمكن أن يفرطوا
المكتسبات التي ضحوا من أجلها والذين هم على وتيرة مستمرة للدفاع عنها إن كانت بحسب الاحتياجات التي تقتضيها كل مرحلة. فإذا كان هناك احتياج لسلمية خرجت سلمية، وإذا كان هناك احتياج للبندقية خرجت حاملة على أكتافها البندقية، وهي تجدد اليوم كذلك بعد عراق شديد ومعارك طاحنة مع الميليشيات أنها كما كانت فرسان في المتارف فهي كذلك مرسفة، فهم كذلك أبناء هذه المحافظة ومحافظات اليمن بعمومها فرسان كذلك للسلمية وفرسان للبناء والإعمار، وهم على جهوزية واستعداد وعلى ويتعاملون مع هذه المشاريع الهدامة وهذه المؤامرات والدسائس والحيل بسياسة النفس الطويل التي لن تعيها المؤامرات ولو كانت الكلفة مهما ارتفعت الكلفة ومهما علت. نعم أستاذ محمد، يعني هناك من رأى خروج أبناء تعز رغم يعني الخذلان الذي تتعرض له تعز دائما والتقصير الدائم في ظل احتياجاتها سواء العسكرية أو الاقتصادية أو الطبية، ولكنها خرجت. ما هي الرسالة التي أراد أن يقولها أبناء تعز بهذا الخروج؟ تعالى تعز، أبناء تعز يتعالون على الجراح ويضحون من أجل القيم العليا والمبادئ السامية والمثل ومن أجل هذا الوطن مهما كان هناك القصور ومهما كان هناك العقوق ومهما كان هناك من تباطؤ. نعم هناك تباطؤ وهناك تقصير وهناك يعني وضع ينبغي أن لا يستمر وأن يعاد النظر في تقييم الأمور على الواقع وأن يعاد لهذه المحافظة اعتبارها وأن تعطى القيمة والحق والأهمية التي تليق بها وبتضحياتها وبجهودها وبحضورها وبتفاعلها الدائم مع القضايا الوطنية، إلا أن ذلك يعني لا يمكن أن يجعل أبناء تعز يتوارون في حال الاحتياج الملح لمواقفهم المشهودة عندما يراد لأبناء عندما يراد لهذا الوطن أن ينجر إلى مسارات خاطئة تنهض تعز متعالية على الجراح. فتعز رغم الآلام تعيش الآمال والتطلعات الجماهيرية التي ينبغي لشعبنا أن يحققها وأن يصبو إليها وطننا الحبيب بجميع أبنائه وفئاته وشرائحه. فتعز تتحمل المشروع الوطني وهي حاملة لهذا المشروع الوطني وهي حاملة للفكر السبتمبري وهي حاملة للثورة للفكر الثوري للفكر ثورة 11 من فبراير. رغم مطالبتنا للجهات الجميع الجهات ذات العلاقة وأصحاب القرار أن يتلافوا تلك القصور في حق أبناء تعز وحق محافظة تعز وحق هذه النطاق الجغرافي الذي لا ينبغي أن يهمل ولا ينبغي أن يقصر في حقه. هناك خطوات يعني تستحق الإشادة وإن لم تكن بالشكل المطلوب فيما يتعلق بقضية الإدماج المقاومة بالجيش الوطني وهي خطى تسير على قدم الوساق وبخطى حديثة، نحن نشيد بهذه الخطى وأنا أرجو أن تستكمل. كذلك هناك قصور في جوانب الخدمية وتوفير الاحتياجات وما إلى ذلك وتفعيل الأجهزة الإدارية بالمحافظة بالشكل الأمثل، لأن أبناء تعز هم يسعون بجهود دائمة لتجسيد الدولة المدنية للمطالبة الدولة المدنية، وينبغي أن تجسد واقعا حيا في حياتهم على مستوى المدينة في ظل النظام الاتحادي الذي يصف له جميع أبناء شعبنا. نعم إذن محمد، يعني نحن نضم صوتنا إلى صوتك بالالتفات لملفات تعز خاصة من قبل القيادة السياسية وملفاتها العديدة خاصة ملف الجرحى، وأن تقف موقف الوفاء مع الشارع اليمني الذي خرج لأجلها. شكرا جزيلا لك محمد النقيب القيادي في المقاومة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ أحمد، برأيك هل يعني هذا الخروج، هناك من يجد أن هذا الخروج ربما لحظة فارقة في توحيد المزاج الشعبي في الشمال والجنوب باتجاه نحو الخيارات السياسية ووثيقة مؤتمر الحوار، هل تتفق مع هذه النقطة؟ ربما هو لسان حال الشارع اليوم، خرجنا ماذا بعد؟ قمنا بواجبنا كشارع، تحركنا، أوصلنا رسائلنا، فهل ستتلقى في الحكومة هذه الرسائل؟ هل ستخرج؟ هل سيتفاعل؟ اليوم الشارع الجنوبي لديه مزاج، وهو مزاج جيد جدا باتجاه الفيدرالية، باتجاه القبول بمخرجات مؤتمر الحوار، باتجاه الحفاظ على نوع من أنواع الوحدة الفيدرالية أو الدولة الاتحادية،
وبالتالي هذه لحظات تاريخية فارقة. الناس اليوم يعني يوجه رسائل إيجابية للمجتمع والإقليم وللدولة اليمنية وللرئاسة أن هنا قادرون على أن نقود التحول. فهل هناك قيادة قادرة على التقاط هذه الخطوط، قادرة على أن تتلقف العصا الذي ألقاها إليه الشارع؟ لكن ما يحدث اليوم هو حقيقة له علاقة باستمرار الفراغ أو السياسة الفراغية، سياسة قائمة على أن تطلق قنبلة وتسمع صدى صوتها لكن لا تستثمر هذا الصوت ولا تستثمر أيضا تتخذ خطوات عملية. كيف يمكن استثمار هذا الخروج اليوم؟ كان يفترض أن يتم استثمار هذا بشكل واضح. أولا إعادة طريقة أداء الحكومة، تفكيرها، تعاملها مع الشارع الجنوبي والشارع أيضا اليمني بشكل عام. كان هناك مجموعة من الوعود يجب الحكومة أن توفي بهذه الوعود أو لا تطلق وعودا. قضية الرواتب المرتبات مثلا هي أحد هذه المشاكل. هل لو صرفت خلال هذه الفترة الوجيزة كما قال دكتور محمد، هل يعني ستقرب أكثر؟ هذه إجراءات المواطن. ثقة يعني العالم أو اليمنيين ماذا يريدوا؟ يريدوا حكومة توفر لهم المرتبات، توفر لهم الأمن، توفر لهم تستجيب لمتطلباتهم. ما زال الشارع الجنوبي يعني يعمل في عودة أبسط نماذج الحياة، عودة المؤسسات الأمنية بشكل واضح، الكهرباء، المياه، الخدمات، الصحة، وبالتالي هذه هي الأشياء التي قد تمثل فارقا في أداء الحكومة لدى الشارع سواء في الشمال أو في الجنوب أو في أي منطقة أخرى. الناس ما زالوا بحاجة إلى أن يسندوا سياسيا وعسكريا في تعز، بحاجة إلى أن يسندوا إغاثيا في الحديدة وفي حجة وفي غيرها من المناطق، بحاجة إلى أن تعود الدولة بشكلها الواضح، بحاجة أيضا إلى أن يتحرك الرئيس ويتحرك نائب الرئيس ويتحرك رئيس الحكومة ويتحرك وزير الخارجية ويتحرك بقية الأخوة الوزراء الذين ربما هم مشتتون في أكثر من منطقة. ولا نظهر ولا معنى لوجود حكومة في المنفى، لا معنى أيضا لوجود حكومة لا تعبر عن مصالح الناس، لا على الأقل تحركوا، توزعوا، اذهبوا إلى العالم، أوصلوا أصوات اليمنيين. إذا أنتم خايفين على أنفسكم ترجعوا اليمن، اذهبوا وتحدثوا في المحافل الدولية، اذهبوا كوفود، اذهبوا. أليست الفترة الأخيرة كانت أفضل حالا من قبل، خاصة في المحافل الدولية الإنسانية؟ كان هناك حضور أفضل من السابق. أين هو الحضور؟ يعني عندما نتحدث عن نسبة الحضور، ما هو نسبة الحضور؟ يعني عندما نتحدث عن استمرار الجهود الدولية وغياب الجانب المحلي، عندما نتحدث عن يعني ما حدث شقلبة للمبادرة لخطة ولد الشيخ بالكامل، وأين كانوا المسؤولين؟ أين كانوا أعضاء الوفد التفاوضي؟ يعني كان ولد الشيخ يذهب إلى صنعاء ويخطط ويغير التحركات، كان كيري يتحدث، كان وزراء الخارجية البريطاني يتحدث، كان العالم يرسل رسائل عبر. هل يمكن للحكومة أن تضغط عند نقطة أننا وقعنا على مبادرة سابقة ونقف عند هذه تلك النقطة؟ هذه كان إذا كان قبل أن تضع مبادرة جديدة، وقبل أن يرفضوا المبادرة، قبل أن بدون أن يستلموها، بدون أن يكون لديهم مبررات حقيقية أو سناد قانوني. كان أيضا يعني الحكومة أحيانا تتصرف بعيدا عن حلفائها، وهذا ربما يؤثر على موقفها بشكل كبير جدا. الآن هناك ملفات كثيرة جدا الحكومة قررت أن تكون فيها أو تسلمها لأطراف أخرى، وبالتالي هي تخلت عن الشارع في مرحلة مفصلية، وهي الآن تجني ثمار تخليها عن الشارع. الناس في المقاومة كان لديهم إصرار، لديهم خطة. كان الشدادي يتحدث عن خطة عسكرية للذهاب إلى صعدة وتحرير صعدة وعمران والمناطق الأخرى. كان هناك تحركات في تعز لإسناد المقاومة في تعز. كان هناك حديث عن قطع الطريق على الحوثيين في بيحان وفي البيضاء وفي غيرها. تخلت الحكومة عن مثل هذا. يعني الناس في حرض في ميدي كانت هناك مقاومة مستعدة، يعني آلاف الشباب تم التضحية بهم، وكان بالإمكان أن تحول ربما إلى هناك مصل عسكري وسياسي واضح جدا. لكن في الأخير بهذا الخروج ربما يعني تعود الحكومة يعني جادة الصواب ومحاولة القرب من الناس أكثر من خلال الحضور على الأقل في الأرض. شكرا جزيلا لك الصحفي والمحلل السياسي أحمد الزرقة، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.